أحبك روحي صارت شفاق. غالية بن علي، اهلا وسهلا بك وشكرا جزيلا لوجودك معنا. شكرا للدعوة. يعني انت ولدتي في بلجيكا وعدتي وانت في الثالثة الى بلدك الاصلي تونس في مدينة جرزيس في الجنوب، وتشبعت بالموسيقى والتراثية التونسية والمصرية والعربية، ثم عدت وانت في 19 لتبدأي مسيرة فنية بالغناء باللغة العربية لجمهور لا يتحدث هذه اللغة. كان بإمكانك أن يعني تغني بلغات يفهمونها، ولكنك اخترت اللغة العربية، لماذا؟ أول حاجة وقت اللي مشيت من تونس مشيت باش نقرأ فنون تشكيلية، ولقيت وكان ثم فكرة العرب مش ما نعرفهمش ياسر ومش فاهمينهم، حسيت اللي ثم فكرة غالطة على الثقافة العربية كما أنا نعرفها. فبديت نرتجل مع الناس الكل من غير ما نفرض عليهم يعني ثقافتي العربية، يعني من غير ما نفرض عليهم معرفة المقامات ومعرفة القصائد ومعرفة أي شيء، هما نسمحهم نحس اللي كأني فهمتهم، فقلت أكيد هما زادة ينجموا يفهموني، كان القلب مفتوح يعني أكيد شي يكون ثم تبادل. كنت ديما نحكي لهم حكايات، وكل مره نغني لهم اغنيه ونحكي لهم نبذه على الشعر، كيفاش يعني كيفاش فكره الحب في العراق مثلا، كيفاش في مصر، كيف لكن اهم شيء كنت نقول لهم الكلام اللي انا نقوله ما تفهموش، اما هو عامل كانه كلام سحر. انا يعني هناك مشروع آخر يحمل العنوان ليلى وروميو، وهو بطريقة ما أو بتصرف يروي قصتك أنت مع الاغتراب ومع وجودك بين ثقافتين وبين عالمين. شوف، هو كيف بديت نكتب في القصة هذه، لأنه كتبت القصة هي فعلا تحكي عليا وأنا في أوروبا، جات لي الفكرة أنا نكتب في قصة حياتي في أوروبا عن روميو وليلى، لكن لاحظت بعد ما كتبتها انه هي تحكي وروميو انا وليلى انا، وزادة لاحظت انه روميو وليلى هي قصة بابا وامي، امي من شمال تونس وبابا من جنوب تونس، كان بينهم مشاكل كبيرة برشا، كان ثم مشاكل في تونس بين الشمال والجنوب، فيها اربع لغات القصة هذه، فيها انجليزي وفرنسي وعربي، لكن فيها رسومات يعني كل الرسمة اول قراءة للكتاب انه الرسومات، يعني طفل عمره 5 سنين 3 سنين ممكن يقرأ الكتاب، وهي القراءة الحقيقية، لانه انا بديت بالرسومات، كنت عاملة معرض ثم 10 لوحات قلت هذوما ما نحبش نبيعهم، خذيتهم حطيتهم قدامي وبديت منهم نكتب القصة. حياتك يعني متعددة الجوانب والاوجه، هناك جانب ربما مستمعوك من الذين يستمعون الى موسيقاك لا يعلمون انك ايضا تمارسين الفن التشكيلي إنجاز التعبير، فن الكولاج، وأنت تمارسينه منذ فترة طويلة. نود أن نعرف كيف، يعني هل هناك علاقة بين
التأثر بذلك الفن والموسيقى ومن يؤثر أكثر من الآخر؟ طريقة تناول الرسم والفنون التشكيلية نفس طريقة تناول الموسيقى، لكن أنا نختم على بروجرام على الكمبيوتر، نحط بمجد نحط ألوان، هذه المدخل، هذا من عشنو، ونوزن حسب الرسمة اللي نشوفها قدامي ونسمع ونرسم، يعني وكأنك تعمل فيلم في الآخر. أمال الهوى نهي عليك أنا مش متشاف، لكن أنا شايفة، يعني كي نغني غناية نبدأ شايفة رسومات، شايفة كي نختار قصيدة نبدأ شايفة عالم، شايفة رسومات مثل اللي في الكتاب هذايا، ما نغنيهاش يعني قصيدة. سردية بصرية لترجمة النغمات يعني. يعني انت في كنت انا ساعه انا نحاول نفهم وانت في كلمتين قلتها بالضبط هذيك هي. وعندي لوعه نعم نعم انا مشتاق وعندي ولكن مثلي لا يذاع له سر. أنت ذكرتي منذ لحظات عشقك لأم كلثوم وقدمتيها في القاهرة، وهذا فيها الكثير من الجرأة والمخاطرة في نفس الوقت، لأنه بالضرورة سوف يكون هناك تلك المقارنة، يعني كيف تمكنت من تخطي تلك المسألة غنائيا؟ أنا وقت قدمت أم كلثوم في أوروبا كنت نحكي عن اللي كنت نسخه لها جدتي فعلا، لأنه صورتها كانت في غرفة نوم بابا وأمي، أكيد تكون جدة يعني. ما فقتش ما معيتش بخطورة الموضوع وهمية الموضوع حتى قبل ما نطلع المسرح. لا الموضوع ولا موضوع كبير يعني. موضوع كبير. بعد طلعت بكل يعني بكل معايا موسيقيين، اولا عندي حاجات في تناول المشروع ما هياش كيما الناس كل، اولا عندي برك عود وكونترباس بلجيكي وضابط ايقاع، يعني مش تخت كبير مش اوركسترا، فهكا ولا هكا مش ممكن تقارن. ثاني حاجه ثم اضافات، يعني انه اليوم تناولنا التراث القديم هذايا وجددناه من غير ما نقلل منه او من غير ما ننكر، من غير ما نغير فيه، بكل احترام، وحتى ثم حاجات بانت اكثر. أنت شغوفة بالشعر ومشروعك الأخير أراك تتبع يعني مسيرة الشعراء ولكن بشكل غير معتاد، نود أن نعرف المزيد عن هذا المشروع. أراك معنت نحبك بأي لغة؟ بأي لغة. You can say I see you، نشوفك، je te vois. أراك يعني أنا مهتم، نوقف في حياتي دقيقة ونسمعك ونراك ونعرفك وين ونحس بيك. كل قصيدة تتكتب هي مكتوبة بعد تجربة، فأنا نحاول الحاجة زادة جديدة اللي أنا تواصل مع شعراء معاصرين حيين، ونحب نغني له أكثر من قصيدة واحدة، لأنه أنا قصيدة واحدة نقراها تعجبني بعدين نحب نعرف شكون اللي كتب، فنسأل عن قصائد أخرين.
ولو وصلت نغني أربع قصائد ولا خمسة ولا أكثر فمش كل عشرة معناتها لا أنا أراك ولا شربت شراب الماء من عطش إلا رأيت خيالا منك في الكاس أكاد من فرط الجمال أذوب من فرط الجمال أذوب ثقي أن تلك الغيوم ثيابي وهذا القميص الذي يرتديني غريب علي وأن الفراغ السماوي بابي وأن الفراغ السماوي بابي وكل المدائن تجتاحني كي تعمر بين مفاتنها زلة 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 وابتسامت هذا الصباح المدلل. في عندي شاعر رائع اسمه مفيد بلداوي عراقي عايش بدوسلدورف تحكمي شوية في القصائد بتاعته ومضحكة وخفيفة بس ثقيلة وبتحكي عن معانيها عالي بس يحكي بالزقزقة العصفور وكلاب ودايما في كلب وينبح وشرايين ومش معاصر جدا رائع مذهلة يعرف معنى الغيوم وما معنى الضباب